انطلقت اليوم بمحافظة سوهاج أعمال اختبارات المرحلة الثالثة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، حيث يجري اختبار 191 محفظا من أبناء محافظات سوهاج وقنا وأسيوط لمدة يومين. تقرير محمود القاضي. استمرار أعمال الرواق الأزهري ونجاحه المتواصل في كافة ربوع محافظة مصر، ومع التوسع في توفير المقار اللازمة لمواكبة الأعداد المتزايدة من الدارسين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الرواق، تشهد منطقة سوهاج الأزهرية أعمال الاختبارات لاعتماد عدد جديد من المحفظين العاملين بفروع الرواق. فيما أوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف أن مقارئ المحفظين تعقد داخل 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى مراجعة القرآن الكريم كاملا وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء والارتقاء بالمستوى العلمي في مدة 4 أشهر للدارسين، وهي مدة الدورة الواحدة. فعلا بيتكبدوا الأخوة الزملاء من جامع الأزهر للإشراف على الرواق وعقد امتحانات واختبارات للسادة المحفظين حتى تؤدى الرسالة كما ينبغي، وكل ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله. على مستوى الجمهورية فعلا أتى ثمار طيبة جدا الرواق الأزهري للكبار وللصغار، وزاد في الاهتمام برسالة الأزهر الشريف أنه فتح قاعات للتعليم العلوم الشرعية والعربية. القرآن الكريم كلام الله المتعبد بتلاوته بيأخذ الجهد، كل الجهد من السادة المحفظين والأروقة بتعمل داخل المعاهد الأزهرية في الفترة المسائية، وفعلا الصدى والإقبال اللي وجد على أرض الواقع على مستوى الجمهورية، لا أتحدث عن سوهاج فقط، فعلا مردود طيب ويستحق القرآن الكريم وتلك رسالة الأزهر الشريف. من جانبه أوضح الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وحرصه على التوسع في مد خدمات الرواق بكافة ربوع مصر، وأشار حمادي إلى أن منطقة سوهاج الأزهرية في أعمال الاختبارات تضم معها محافظتي قنا وأسيوط بالإضافة إلى سوهاج. أولا بالنسبة للرواق على مستوى الجمهورية، فعندما بدأ الرواق الأزهري كان عدد الرواق على مستوى الجمهورية 11 فرعا للرواق الأزهري في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وحرصا من فضيلة الإمام الأكبر على نشر القرآن الكريم فقد ارتفع عدد الأروقة على جميع مستوى الجمهورية وخاصة المناطق الأزهرية النائية. ثانيا أنشأ الرواق الأزهري فروعا للتجويد والقراءات. بالنسبة بقى للاختبارات، أعضاء المقارئ فتتم بأعلى دقة، وهي اختيار الأعضاء من خريجي معاهد القراءات الحافظين المتقنين وخريجي كلية علوم القرآن ولجنة مراجعة المصحف الشريف، وتتم المراقبة لهم في أثناء اللجان للتأكد من أنهم لا يظلمون أحدا ومن محفظي القرآن الكريم. بدأنا الرواق بأسئلة 5 للقرآن الكريم بمعدل كل 6 أجزاء سؤال، فتم اختيار الأسئلة فكان بعضها من أوائل الأربع وبعضها من أوائل الأجزاء وبعضها من أوائل السور، ثم تطورت الأسئلة إلى أن صارت 10 أسئلة. من سوهاج كان معكم محمود القاضي لقناة طيبة.